الكثير من المحلات الكبيرة والأسواق بتنشط حركتها التجارية موسمياً أو بالليل. تطورت الأمور اليوم فأصبحت هذه الأسواق تعاني من قلة زوارها وقلة المال سواء في يد المشتري أو البائع، فالأولويات كلها تغيرت، وأثار الركود بدأت تظهر في الانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي وانخفاض مبيعات تجارة التجزئة. الأسواق في محافظة الكرك تعاني من الكساد وتحديات في وجه التجار بسبب تراجع حركة البيع والشراء وتحفظ المواطنين على الإنفاق في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الوطن بشكل عام. من بعض المشاكل التي واجهتنا كمواطنين في المزار الجنوبي ازدحام الأسواق وعدم التزام بعض المواطنين، وازدحام الخاصة يعني عند محل المواد التموينية ومحل الخضرة، وبعض السلبيات اللي ممكن نحكي عنها اللي هو عدم التزام المواطنين في التباعد وعدم التزام في التعليمات الوقاية التباعد عن البعض. وضع السوق ومدى تأثير الأزمة على المحال التجاري، عانينا من أزمة ركود عالية جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مر بها المواطنين، وايضا كمان نسبه المبيعات مقارنه باشهر بشهر رمضان السنوات الماضيه كانت ضعيفه جدا، وبسبب الاوضاع الاقتصاديه وسبب الاوضاع التي يمر بها المواطنين، وصادفت ايام حظر شامل اخر ايام رمضان شهر رمضان المبارك، وايضا تراكم علينا ايجارات واجره عامل. لا حديث لتجار مؤتة اليوم سوى عن ضعف وتراجع النشاط التجاري وبتدني معدلاته مقارنة مع هذه الفترة من الأعوام الماضية، فأصحاب المحال يرون أن استمرار هذه الحال قد يؤدي إلى خسائر أكبر وسط معركة تخوضها الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا. القطاع التجاري في تراجع ملحوظ، سببه ضعف القوة الشرائية والسيولة النقدية. بنلاحظ انه في الجائحة وباء كورونا انه استنزف التجار الأموال من أجار عمال ومن إيجار محلات، وبالتالي كان في عندهم تدهور شامل. نأمل نحن من الحكومة إنها تعطي أولويات للقطاع التجاري كما أعطت أولوية لقطاع الصحة، فإحنا كما نعلم إنه قطاعين، قطاع الصحة والقطاع الاقتصادي، هما عبارة عن خطان متوازيان يجب الاهتمام بهما الاثنان وعدم تهميش أحد القطاعين عن الآخر. ولعل هذا المشهد يختصر تفاصيل وقصص كثيرة للأزمة المعيشية الاقتصادية التي يعاني منها جميع الأردنيين، فيما يترقب التجار انفراج الحال مع حلول الأعياد الدينية والمسيحية وفصل الشتاء.